عايزه حنين. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد النهارده. هو فعلا يعني ايه حاجه مش مفرحه، يعني اصيبت الفنانه رجاء الجداوي بفيروس كورونا. واضاف المصدر الطبي ان الفنانه رجاء الجداوي تم حجزها في الغرفه 212 في الدور الثاني من المستشفى، وهي غرفه عاديه وحالتها لا تحتاج الى عنايه مركزه او جهاز تنفس، مشيرا الى ان حالتها الصحيه مستقره تماما. فيما قالت اميره ابنه الفنانه رجاء الجداوي في تصريحات خاصه لليوم السابع انها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجه حراره والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية والتي أثبتت إيجابية فيروس كورونا كوفيديا 19، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة والتي نصحتها بدخولها الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بدل من المستشفيات الخاصة. أضافت أميرة وهي الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي أنها أجرت تحاليل PCR لفيروس كورونا وأثبتت نتائج التحليل سلبية أصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوي. يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في الموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل لعبة النسيان من بطولة دينا الشربيني، وتزوجت الفنانة القديرة من حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلية ومنتخب مصر الأسبق، والذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة لا تعمل في المجال الفني، كما أن الفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى. ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها ومحبيها قائلة: حبوا نفسكم وأولادكم وحبوا بلدكم، خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا في ده، مشيرة إلى أن مصر لن تستطيع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الجلوس في المنزل ليس ممل نهائيا، وخلينا راضيين باللي حاصل وربنا يكرمكم، وخلينا نحب مصر ونحب بعض أهم حاجة. وكشفت رجاء الجداوي على أنها أصيبت بالفيروس آخر يوم في تصوير مسلسل لعبة النسيان، وكانت تلتزم بالتصوير نظرا للتعاقد مع منتج المسلسل، مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم وكان الجميع حريصا على إجراء السلامة. وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وتم نقلها في الساعات الأولى من صباح يوم إلى المستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية. وفي الوقت السابق قال مصدر طبي مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية لليوم السابع إن الفنانة رجاء الجداوي وصلت إلى المستشفى وتم قياس درجة حرارة وصلت إلى 37 درجة، أي انخفضت إلى 2.5 درجة بعد وصولها للمستشفى. وترددت بعض الأخبار التي تشير إلى أن النجم المصري عمرو دياب قام بعزل نفسه عن زوجته الفنانة المصرية دينا الشربيني بعد تأكيد إصابة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد والحجر عليها في مستشفى العزل في الإسماعيلية، لكن مصدر مقرب من دياب نفى هذه الأنباء مؤكدا أن نجم الغناء المصري لم يعزل نفسه عن زوجته، لكن عزل نفسه للإطمئنان على نفسه لمدة 14 يوم عن أولاده وعن الجميع، ليطمن بس على نفسه وعلى زوجته، يعني لمجرد العلم بالشيء. يعني أي حد فينا ممكن عرضة للإصابة وإن هو يطمن على نفسه. ومن المرجح أن الفنانة دينا شربيني كانت قد خالطت رجاء الجداوي داخل كواليس تطوير تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها المشترك، وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس، خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانين وكانت تحتوي على بعض القبلات بحسب موقع فيتو. وخضع الفنانون على قاسم وأحمد داود وأحمد صفوت لتحاليل فيروس كورونا بعد إصابته الفنانة رجاء الجداوي، بينما قرر عدد آخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أي من أعراض المرض. جدير بالذكر أن مسلسل لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق، وتشارك بطولته كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي، بالإضافة إلى نخبة من النجوم، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق. كما أكدت سناء الملازمة لرجاء الجداوي المساعدة لها
إلى أن الفنانة رجاء الجداوي ذهبت إلى عزاء زوج صفاء أبو السعودي الأيام الماضية في منزلها، وإذا كان متواجد عدد كبير من الفنانين وخلافه، حيث ترجح أنها تصيب من التجمعات هناك. ومن ناحية أخرى اطمأنت الفنانة كبيرة جاج جمهورها ومحبيها عليها من خلال اليوم السابع، حيث أوضحت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، وموجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات. بحكم برضو وجودها في العزاء قبل التصوير، ممكن يكون حد كان مصاب وهي اتنقل لها عن طريقه، الله أعلم. بس كده بإشارة لينا إن كل العزاء كان ممكن يكون مصاب، مع الستاف بتاع المسلسل كله يكون مصاب. فيا جماعة ناخد حذرنا جدا جدا جدا، وبوجه رسالة يعني للحكومة ولوزارة الصحة، خدوا بالكم من المواطن العادي، مش شرط يكون ممثل أو ماسك منصب عالي، خدوا بالكم من المواطن العادي يا جماعة. الناس مرمية قدام المستشفيات وفي البيوت بتنهار وبتموت بسبب عدم مسؤولية الصحة عنهم، وعدم يعني مثلا واحد بيطالب إسعاف، الإسعاف ما تجيلوش، واحد طالب استغاثة ما تردش عليه، الإنسان بيموت على سريره ومحدش حاسس بيه، المستشفيات بترفض تاخد الحالات. ودي حاجة احنا لامسينها بإيدينا، احنا عندنا حالة والله والله والله، ابن عمتي توفى على سريره بعد رفض المستشفيات ان هم يستضيفوه، ولا عربية إسعاف راضية تاخده، وقمنا نقله بعربية خاصة وتم رفضه في المستشفيات جميعا. وبعد 5 أيام أو 6 أيام من مرضه توفى ورحمه الله، اللهم اغفر له ذنوبه وارحمه وجعله في ميزان حسناته. فأنا بوجه رسالة للمسؤولين يا جماعة، حسوا بالشعب، الشعب بينهار، انتوا عاوزين تخلصوا على الباقي من الشعب، ولا بتوفروا مثلا أعداد بتقولوا بقى يلا اللي يروح بقى ويوفر أكله وشربه؟ يا جماعة احنا بني آدمين، لازم تبصوا لنا زي ما بتبصوا للممثلين وكبار الدولة، البني آدم العادي اللي هو من الشعب له حقوق زي أي واحد مسؤول. ولغاية هنا كده يكون انتهى الفيديو يا جماعة، وياريت يكون الرسالة وصلت. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي، انزلوا على الزر الأحمر واعملوا اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة، باي. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.